عليكم، معاكم إبراهيم حسان، وده إن شاء الله الفيديو رقم 17 في سلسلة شرح الـ CIE منهج 2020. وصلنا اليونت 5 أو بدأنا في يونت 5 المحاضرة اللي فاتت الـ Controls، ووصلنا عن سب يونت 3 الـ Control Frameworks. هنتكلم إن شاء الله النهاردة يعني ايه كنترول فريم وركس، وايه الانواع الفريم وركس، يعني بعض كده انواع بعض الفريم وركس الموجوده بالفعل كنترول فريم وركس، واهمهم واشهرهم اللي هنتناوله بشكل تفصيلي، وهو الكنترول فريم ورك الكوزو كنترول فريم ورك. طيب، اول نقطه الافيلابل كنترول فريم وركس. Several bodies have published control frameworks that provide a comprehensive means of ensuring that the organization has considered all relevant aspects of internal control. في العديد من الجهات اللي بتصدر control frameworks، تمام؟ انا طبعا ممكن حد يعني بقى مستني عايز يعرف الاول يعني ايه اصلا كنترول فريم وركس. ماشي، خلينا ماشيين بالتسلسل بتاع الكتاب، وهنعرف كمان شويه يعني ايه كنترول فريم ورك بالظبط، تمام؟ لكن المعنى يعني البسيط ان ده اطار للرقابه الداخليه بالمؤسسه، اطار عام للرقابه الداخليه بالمؤسسه. طيب، the use of particular model or control design not mentioned here may be specified by regulatory or legal requirement. هو هنا على سبيل المثال هيبقى جايب لك حوالي اربع او خمس اسامي لاشهر فريم وركس، انما وارد بيقول لك وارد يعني ان انت تكون في مكان ما، في مؤسسه ما، او في بلد ما، whatever، بتتبع او ماشيين على فريم ورك معين مش مذكور هنا في الكتاب. فوارد ان الفريم ورك ده يكون مانداتوري من خلال الريجيلاتوري اللي المؤسسه دي تابعه ليه، او من خلال ليجال ريكوايرمنت، تمام؟ فهو الفريم وركس اللي هيجيبها هنا في الكتاب على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. Some of the better known frameworks are described on the following page. تمام، يبقى هو هيجيب امثله يعني الاشهر وافضل الفريم وركس. طيب، دي يعني ايه شويه حاجات كده تاريخيه ممكن تبقوا تقروها. انا بس اللي يهمني فيها يعني ان اليونايتد ستيتس في الولايات المتحده الفريم ورك اللي شغالين بيه هناك، او الاشهر فريم ورك شغالين بيه هناك، الانترنال كنترول فريم ورك الكوزو Committee of Sponsoring Organizations، ده الاختصار بتاعها الكوزو، وهذا هندرسه بالتفصيل او هنشرحه بالتفصيل وهنتكلم عنه بالتفصيل، تمام؟ الكوزو ده Integrated Framework published in 1992 which was modified وتم تعديله في 94 ومؤخرا في 2013، تمام؟ طيب، في كندا في اطار تاني اسمه ال Guidance on Control، او ممكن مشهور بالكوكو. مع كوزو يبقى لازم يبقى في كوكو، ما هو ايه لازم نعلي على بعض يعني، تمام؟ فده الاطار المشهور في كندا. في اليونايتد كينجدم في اشهر فريم ورك هناك اسمه التيرنبل ريبورت، واظن ان احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده يعني كده وقلنا نبذه مختصره. تيرنبل ريبورت، تمام؟ يعني كل ده كلام مش مفيد قوي، بس يعني ادينا ايه بناخد فكره. طيب، بالنسبة ل دي كانت الفريم وركس المتعلقة بالانترنال كنترول او بالكنترول على وجه العموم.
انما في عندنا بقى فريم وركس متخصصه او خاصه بال الاي تي كنترولز، متخصصه بالاي تي كنترولز، على راسهم واشهرهم طبعا الكوبيت، واللي برضو هنتكلم عنه ان شاء الله في السب يونت ده بالتفصيل. وفي كمان الالكترونيك سيستمز اشورنس اند كنترول الايزاك، تمام. دول اشهر اتنين فريم وركس ريليتد بالانفورميشن تكنولوجي او بالاي تي. طيب دي كده تعريفه كده يعني ملهاش اي لازمه، بس يعني ادينا برضو بن ايه بناخد فكره. طيب نبتدي بقى الكلام المهم. الكوزو فريم ورك ديفينيشن اوف انترنال كنترول، احنا عمالين نقول دلوقتي في ده انترنال كنترول فريم ورك، اطار للرقابه الداخليه في المؤسسه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ تعال نشوف الكلام ده يعني. The COSO model defines internal control as follows. كل framework من الفريموركس المختلفة اللي احنا بنقولناها دي، هو هيجي كده قبل ما يعرفك بنفسه هيقول لك يعني ايه internal control. انا كفريمورك للانترنال كنترول شايف الانترنال كنترول دي ايه، ويقول لك الديفينيشن بتاعها، وبعد كده يقول لك انا بقى علشان اوصل للديفينيشن ده او احققه او اوصل للغرض المطلوب، انا ايه الاهداف بتاعتي، والاهداف بتاعتي دي هحققها ازاي. ده اللي اللي هنتناوله اثناء الشرح الكوزو. فالديفينيشن اوف انترنال كنترول، انترنال كنترول ده من وجهة نظر الكوزو، ديفينيشن ده من وجهة نظر الكوزو. انترنال كنترول از ا بروسيس affected by an entity's board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance. يبقى الـ internal control دي عبارة عن عملية. العملية ديت بشكل كبير بتتم او بيتم او بتتأثر او بيؤثر فيها البورد والمانجمنت وجميع العاملين بالمؤسسة. يبقى اذا دي لا تعتمد على فرد بعينه او على جهة بعينها، وانما كل افراد المؤسسة بيشاركوا بيؤثروا في عملية الرقابة الداخلية او عملية الانترنال كنترول. طيب عملية الـ internal control دي الغرض منها ايه؟ designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives. الغرض منها ان هي تقدم تأكيد معقول عن تحقيق اهداف المؤسسة. relating to الـ assurance ده هيبقى عن ان احنا بنأتشيف الـ objectives. انهي objectives بالظبط؟ الـ objectives اللي related بالـ operations، والـ objectives اللي related بالريبورتنج، والاوبجكتيفز اللي ريليتد بالكومبلاينس. طيب فاحنا كنا اتكلمنا عن الانترنال كنترول ده قبل كده، يعني الكلام ده مش اول مره للناس اللي ممكن تكون بتسمع المحاضره دي اول مره حاجه تسمعها. لا احنا كنا اتكلمنا عن الانترنال كنترول قبل كده، بس احنا هنا المره دي بنتكلم بقى الديفينيشن، وما فيش اختلاف كبير يعني. كل الانترنال كنترولز في الاخر، الانترنال كنترول فريم وركس تمام، في الاخر هي نفس المعنى وهي نفس الغرض. يبقى الانترنال كنترول ده يا جماعه هو النظام اللي موجود عندي في المؤسسه، النظام فعلا اللي بيقول لا ده ينفع وده ما ينفعش، وده ممكن وده مش ممكن، ودي المفروض نسعى ليها بقدر الامكان، ودي لا. كل ده يقع تحت مظله الانترنال كنترولز، الانترنال كنترول الرقابه الداخليه. الكنترولز نفسها، اي كنترولز بانواعها المختلفه اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت، البريفنتيف والديتكتيف والكوركتيف والدايركتيف والفيدباك والفيد فورورد، كل الكنترولز دي تقع تحت امبريلا كده كبيره اسمها الانترنال كنترول، الرقابه الداخليه في المؤسسه. الانترنال اوديت نفسهم عنصر
تحت الانترنال كنترول، الرقابة الداخلية في المؤسسة. بس خلي بالك من نقطة مهمة أحب لازم أبينها وأنا هنا تحديدا، مش معنى إن الأوديت تحت الانترنال كنترول، عشان في مؤسسات، في مؤسسات على سبيل المثال البنوك بيبقى في ديبارتمنت اسمها الانترنال كنترول، تمام، وفي ديبارتمنت اسمها الاوديت. فانا لما اقول لك الانترنال كنترول دي الامبريلا الكبيره وتحتها الاوديت، فالناس تفهم يعني ايه ده، يعني الانترنال كنترول هو اللي اكبر من الاوديت. لا، احنا هنا بنتكلم عن الكونسبت، المفهوم بتاع الانترنال كنترول، الرقابه الداخليه. ده طب يشمل تحتيه كل الاذرع الرقابيه، كومبلاينس، اوديت، ريسك، سيفتي، انفايرمنتال انسبكشن. كل الجهات الرقابيه الداخليه في المؤسسه تقع تحت الانترنال كنترول ككونسبت. انما كديبارتمنت بقى لا، كديبارتمنت الانترنال كنترول دي سكند لاين اوف ديفنس، دي خط دفاع تاني. انما انا كانترنال اوديت ثيرد لاين اوف ديفنس، خط دفاع تالت، فسيبريتد خالص عن بعض كديبارتمنت وكفانكشنز. انما احنا هنا بنتكلم على الانترنال كنترول ككونسبت عام، ككونسبت مش كاسم الاداره اللي عندكم في الشغل، لا بتكلم عليها ككونسبت كعلم. الانترنال كنترول دي هي الامبريلا الكبيره اللي تحتيها كل الكنترولز وكل الجهات الرقابيه. طيب بس انترنال كنترول از intended to achieve three classes of objectives، مظبوط، an ongoing process، عملية مستمرة، عملية لا تتوقف، مش بتوصل لدرجة معينة تقول خلاص stop كده كفاية، لا عملية مستمرة، affected by people at all organizational levels، the board, management and all other employees، مظبوط، able to provide reasonable but not absolute assurance، بتقدم تأكيد مقبول وتأكيد بدرجة معقولة ولكن ليس تأكيد مطلق. Adaptable to an entity's structure، والمفروض ان الانترنال كنترول بيبقى adaptable وفقا للستراكتشر بتاعت الانتيتي، يعني مش هو اسطمبة او قالب ولازم يتنفذ بالشكل ده، لا عادي ممكن اغير في الانترنال كنترول او اعدل فيه ليكون متوافق مع المؤسسة اللي هيتم تطبيقه فيها. طيب قلنا ان الانترنال كنترول intended to achieve three classes of objectives، الغرض منه ان هو يتم يعني يساعد في تحقيق ثلاث مستويات او ثلاث انواع مختلفه من الاهداف. The three classes of objectives direct organizations to the different but overlapping elements of control. الانواع المختلفه دي او الثلاث انواع دول direct organizations to the different element of control بيوجهوا او هيتم تحقيقهم من خلال الانواع المختلفة ولكن المتداخلة من عناصر الكنترول. زي ما قلنا من شوية، الانترنال كنترول دي تحتيها الكنترولز بكل انواعها، ديتكتيف على بريفنتيف على كوركتيف على دايركتيف على مش عارف اوديت على ريسك على كل الحاجات الرقابية، اي حاجة رقابية سواء كنترولز بقى بالمعنى الحرفي للكنترول اللي هو كنترول اللي هو اكسس بوينت كده موجود على الباب فلازم ادخل او بالاي دي عشان اعدي، او في المعنى المعنوي اللي هو الاوديت كنترول والريسك كنترول والناس بتوع الكومبلاينس كنترول، تمام. فكل دي كنترولز اوفرلابنج متداخلة تخليني في الاخر اوصل لتحقيق الاهداف بتاعه الانترنال كنترول. اول اوبجكتيف الاوبجكتيفز ريليتد تو اوبريشنز، اوبريشنز اوبجكتيفز ريليت تو اتشيفينج ذا انتيتيز ميشن، الاهداف
التشغيليه للمؤسسه، الاوبجكتيف اوبريشنز، دي اللي هي ايه؟ ان المؤسسه تحقق الميشن بتاعها. الاوبريشنز اوبجكتيفز ريليت تو اتشيفينج ذا انتيتيز ميشن، وقلنا طبعا قبل كده يعني ايه ميشن بالتفصيل. appropriate objectives include improving financial performance, productivity, quality, innovation and customer satisfaction. يبقى انا لو عايز احقق الهدف بتاعي والهدف بتاعي related لاي حاجة من الخمس عناصر دول، يبقى كده ده operations objectives. عايز احسن من الاداء المالي، عايز احسن من الانتاجية بتاعتي، عايز احسن من الكواليتي، عايز احسن من الانوفيشن الابداع واللمسة الابتكارية في البرودكت اللي انا بنتجه، عايز احسن من مستوى الرضا عند العملاء بتوعي. يبقى كل دي operations objectives. الانترنال كنترول هيساعدني في ان انا احقق الاهداف دي. Operations objectives also include safeguarding of assets. كذلك ان انا لو عايز احمي الاصول بتاعتي واحافظ عليها، فالinternal control هيساعدني في ده. Objectives related to protecting and preserving assets assist in risk assessment and development of mitigating controls. تمام، الاهداف اللي ليها علاقة بحماية والحفاظ على الاسيتس هتساعدني كمان وانا بعمل ريسك اسسمنت وبعمل ديفلوبمنت ميتيجيتنج كنترولز. اكيد انا احنا قلنا قبل كده كتير، انا لما هبقى الهدف بتاعي ان انا عايز احمي الاصل، عايز احافظ على الاصل، فبالتالي لازم هاخد في اعتباري الريسكس اللي ممكن تاثر على الاصل بتاعي، صح كده؟ مش احنا قلنا اي هدف بيبقى فيه ريسكس بتواجه الهدف ده او بتحاول ان هي تعوق الهدف ده عن ان هو يتحقق. فانا الهدف بتاعي اني احافظ واحمي الاصول بتاعتي، فاكيد في مخاطر، في ريسكس هتحاول ان هي تضر الاسيتس وبالتالي تؤثر سلبا على تحقيق الهدف بتاعي. فانا لما يبقى عندي اهداف واضحة هيبقى عندي ريسك اسسمنت واضح وجيد، واقدر من خلاله اشوف الكنترولز المشاكل فيها ايه، او لو عندي كنترولز مش مكفر الريسكس بشكل كامل اقدر اعمل ديفلوبمنت للكنترولز دي. Avoidance of waste, inefficiency and bad business decisions relates to broader objectives than safeguarding of assets. Inefficiency and bad business decisions relates to broader objectives. تمام ماشي، يعني عايز يقول لك إن, ان 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 القرارات اللي بيتم اتخاذها في البيزنس، تمام، مش بتبقى جاست معتمده على ان انا الاوبجكتيفز، يعني ما تفتكرش ان دي اهم حاجه في البيزنس ان انا احافظ على الاصول بتاعتي بس. لا، انا باخد في اعتباري برودر اوبجكتيفز ذان السيف جاردنج اوف اسيتس. لا، ده في اهداف تانية على نطاق اوسع واكبر ممكن اهتم بيها، زي ما قلنا مثلا الفاينانشال بيرفورمانس او البرودكتيفيتي او كل اللي عدى ده. طيب، عندي اوبجكتيفز ريليتد بالريبورتنج. انا كمؤسسه عندي اوبجكتيفز ريليتد للريبورتنج. الريبورتنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو to make sound decisions, stakeholders must have reliable, timely and transparent financial information. اكيد طبعا اي حد محتاج عشان يقدر يعمل decision كويس، الناس اللي stakeholders، وقلنا طبعا stakeholders دول قبل كده كذا مرة، اللي هم الناس بنسميهم اصحاب المصالح، اللي هم كل اللي بيتعاملوا مع المؤسسة، كل الاطراف اللي بتتعامل مع المؤسسة سواء داخليا او خارجيا. الناس دي كل واحد فيهم بيبقى عايز ياخد قرار، فبالتالي عشان ياخد قرار لازم تكون متوفرة عنده المعلومات، ولازم المعلومات تكون متوفرة بخصائصها السليمة، ان هي تكون timely في الوقت المظبوط، ان هي تكون reliable معلومة يمكن الوثوق فيها، وان هي تكون transparent financial information، في شفافية في عرض المعلومات.
reports may be prepared for use by the organization and stakeholders. تمام، ممكن الريبورت دي تبقى ريبورت داخلية للorganization، يعني احنا نفسنا نرفع ريبورت للمدير المالي، ريبورت مدير التشغيل، ريبورت مش عارف الرئيس التنفيذي، او ان هي ريبورت للستيكهولدرز، ناس مثلا انفسترز، ناس اونرز، ناس يعني whatever بكل الاشكال والانواع. Objectives may relate to financial and non-financial reporting, internal or external reporting. مقصود هنا يا جماعة ان انا نظام الرقابة الداخلية اللي عندي، احنا قلنا نظام الرقابة الداخلية ده انا عايزك يعني ايه تسرح بخيالك كده نظام الرقابة الداخلية ده، عشان المشكلة في الحاجات اللي احنا بنشرحها ما بتبقاش كده العقل قادر يستوعب قوي، مش عارف يشوفها على ارض الواقع. ايه يعني الانترنال كنترول فريم ورك ده؟ انا عايز امسك حاجة ملموسة. لا، هو مفيش حاجة ملموسة، هو النظام كده يعني اقعد كده واسند ظهرك كده وشوف ايه مثلا انتوا الشركة عندكوا او المؤسسة عندكوا باي شكل من الاشكال، شوف كم ال هقول لك الريجوليشنز او التعليمات او السياسات اللي هي تابعه ليها. مش اي موظف بيعمل اي حاجه من دماغه، لا دي معروف دي عشان تتعمل هنعمل 1 2 3. طب 1 2 3 دول جم منين؟ جم من الانترنال كنترول، هو اللي قال له اعمل كذا 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 وما اقدرش اعمل كذا. ايه ده ما اقدرش ليه؟ علشان في احنا عايشين تحت انترنال كنترول بيقول لي لا ما ينفعش اسجل الطلب ده على طول، لازم الاول يروح يتسجل عند الناس مش عارف بتوع ايه، بعد كده يجي لي عشان انا اسجله فين. كل ده اسمه internal control، رقابة داخلية. كذلك السيستم، النظام الآلي بقى، سيستم مقصود بيه النظام الآلي اللي احنا هنبقى شغالين عليه، ده هيخضع تحت الرقابة الداخلية برضو زي ما قلنا ان في الكوبت والايزاك. فكل ده في الاخر هيسمع معايا في ان انا المعلومات اللي هتطلع من المؤسسة بتاعتي هتبقى معلومات يمكن الاعتماد عليها والوثوق فيها وفي توقيت سليم، وده من ضمن اهدافي انا كمؤسسة الريبورتنج اللي الانترنال كنترول هيساعدني في ان انا احققه. من اهدافي كمان كمؤسسة اللي المفروض ان نظام الانترنال كنترول يساعدني في تحقيقها الكومبلاينس. Entities are subject to laws, rules and regulations that set minimum standards of conduct. اي مؤسسة بتخضع لمجموعة من القوانين والقواعد والتشريعات اللي وفقا لطبيعة نشاطها. تمام؟ examples include taxation, environmental protection and employee relations. تمام، compliance with internal policies and procedures is an operational matter. حلو قوي دي. اللي بيقول لك compliance، يبقى احنا خلاص، يبقى انا فهمت ان انا الكومبلاينس المقصود بيه هنا ان انا الالتزام بالقوانين والقواعد والتشريعات that set minimum standards of conduct، اللي هتحط ليا او هتضع ليا الحد الادنى من معايير الاداء يعني، او من المعايير اللي انا همشي عليها وانا بادي المهنه بتاعتي. تمام، بيقول لك زي سبيل المثال مثلا قانون الضرائب ومش عارف حمايه البيئه ومش عارف ايه شؤون العاملين والكلام اللي انت فاهمه ده، او قانون العمل يعني الكلام اللذيذ ده. قال لك والكومبلاينس بالانترنال بوليسيز اند بروسيجرز، وده اوبريشنال ماتر، ده 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 هدف يعني او ريليتد بالاوبريشن تشغيلي. The following is a useful memory aid for the COSO classes of objectives. ماشي، يعني يخليك تحفظ الثلاث حروف، تحفظ الثلاث كلمات يعني. طيب. Achievement of objectives. An internal control system is more likely to provide reasonable assurance of achieving the reporting and compliance objectives than the operational objectives. طيب بيقول لك
الـ internal control system is more likely to provide reasonable assurance، هيقدر يقدم reasonable assurance of achieving the reporting وال compliance objectives than الـ operational objectives. يعني الـ internal control هيقدر يقول لك، يقدم لك التأكيد المعقول اللي انت عاوزه ده. مش انت عايز الـ internal control من الآخر يساعدك في تحقيق 3 أهداف؟ فهو بيقول لك هو هيقدر يساعدك بشكل واضح في الهدفين اللي خاصين بالريبورتنج والكومبلاينس، تمام؟ انما اللي خاصين بالاوبريشنال اوبجكتيفز دول هيبقى الموضوع غامض شويه. ليه؟ عشان الكومبلاينس والريبورتنج دول هنفترض مؤسستين مثلا، شركتين، مصنعين بتوع مثلا البان، تمام؟ هتلاقي ان المصنعين الكومبلاينس اوبجكتيفز بتاعتهم هي، لان هما الاثنين بيخضعوا لنفس اللوز والرولز التاني، يعني كل واحد فيهم بيخضع لنفس الرولز واللوز والريجليشنز اللي المصنع التاني بيخضع ليه. وكذلك الامر مع الريبورتنج اوبجكتيفز، هما الاثنين لو المصانع دي يعني تبع شركات هيبقى مطلوب منهم ريبورتس معينه منهم هما الاثنين زي بعض، لان تبعيتهم هما الاثنين هتلاقيها لجهات لذات الجهه او لنفس الجهه، هما الاثنين تابعين ليها. فبالتالي التقارير المطلوبه منهم او المتطلبات التقريريه اللي مطلوبه منهم هي. انما ايه اللي هيختلف بقى؟ اللي هيختلف جزء الاوبريشنز، لان جزء الاوبريشنز ده خاص بالمؤسسه هي اللي بتحطه بمزاجها. يعني في مؤسسه عايزه تعمل كاستمر ساتسفاكشن، في مؤسسه تانيه مش عاوزه. في مؤسسه عايزه تعمل انوفيشن او هي اصلا اكل عيشها من الانوفيشن، في مؤسسة تانية مش عايزة innovation من الأساس. في مؤسسة عايزة تحقق أداء مالي ممتاز، في مؤسسة تانية لا والله راضية بأداء مالي جيد. فعلشان كده الـ operational objectives ملهاش standard معينة، فبالتالي الـ internal control مش هيقدر، خلي بالك، هو هيقدم provide reasonable assurance عنها، ولكن مش هيقدر يقدم reasonable assurance زي اللي هيقدمه لك بخصوص الريبورتنج والكومبلاينس. تعال بقى نقرا تاني السطرين دول بعد اللي احنا قلناه. An internal control system is more likely to provide reasonable assurance of achieving the reporting and compliance objectives than the operational objectives. تمام. Reporting and compliance objectives are responses to standard reporting and compliance objectives or responses to standards established by external parties such as regulators. ده نفس احنا بنقوله. قال لك علشان الريبورتنج والكومبلاينس اوبجكتيفز دي يا باشا مجموعه من الستاندردز، دي حاجه موحده وحاجه معروفه. established by external parts بتبقى established من خلال جهات خارجيه. قال لك على سبيل المثال مثلا الريجليترز، المشرعين يعني، او اللي بيضعوا التشريعات اللي المؤسسات هتمشي عليها. يعني عارف انت زي مثلا مش عارف هيئه الاوراق الماليه، هيئه وزاره التجاره والصناعه، لو بنوك مثلا يبقى البنك المركزي، هيئه سوق المال، الجهات اللي هي بايديها تضع الريجليشنز اللي المؤسسات هتمشي عليها. فعشان كده الكومبلاينس والريبورت والاوبجكتيفز اللي ريليتد بالريبورتنج والكومبلاينس واضحه، مش هقول لك سهله بس واضحه، بعكس الاوبريشنال.
انما الاوبريشنال بقى انترنال، دي هنا established by external. Thus achieving these objectives depends on actions almost entirely within the entity's control. اه ان انا علشان علشان اقدر التزم بالاهداف دي او احقق الاهداف دي، هتبقى ال achieving these objectives ده هيعتمد على actions almost entirely within the entity's control. هتبقى حاجة في ايديا. يعني ايه حاجة في ايديا؟ يعني مثلا مفروض المصانع والله اللي ألزمت في سنة معينة ان هي تبقى في عندها فلاتر معينة بحيث ان هي ما تلوثش البيئة او تقلل من درجة التلوث اللي بتسببه للبيئة. فانا هنا عشان احقق الكومبلاينس اوبجكتيفز لازم ابقى متوافق مع القانون ده او مع التعليمات اللي صدرت دي. فدي حاجة بايدي انا كمؤسسة او كمصنع، يا اما اروح اشتري المنظومة بتاعت الفلاتر ديت علشان ما بقاش مخالف للتشريعات دي، او ان انا ما اشتريهاش وابقى مخالف. فالقرار بايدي. تمام. نفس الكلام البنك المركزي مثلا ألزم البنوك بقرار معين، تمام، متعلق مثلا بفتح حسابات للعملاء. فأنا كبنك إكس والله يا إما آخد القرار بتاع البنك المركزي ده وأنفذه، تمام، يا إما لا ما نفذوش وأبقى أنا مخالف للقرار. فإذا إن أنا أكون متوافق أو غير متوافق سواء مع الريبورتنج أوبجيكتيفز أو الكومبلاينس أوبجيكتيفز، ده قرار بإيدي أنا. تمام. انما بقى however operational effectiveness may not be within the entity's control because it's affected by human judgment and many external factors. قال لك بعكس بقى ال operational effectiveness، علشان اقدر احقق الاهداف ال operational بتاعتي الموضوع بقى صعب. قال لك لا، الموضوع مش سهل. ليه بقى؟ لانه متعلق او هيدخل فيه human judgment، تقدير شخصي، زائد هتدخل في بعض العوامل الخارجية. يعني انا مثلا مؤسسة عايز احسن من الاداء المالي بتاعي، فده الهدف بتاعي، ده الاوبجكتيف بتاعي، ان انا احسن من الفاينانشال بوزيشن بتاعي. تيجي بقى تلاقي مش عارف تروح كورونا تحصل، وبعديها مش عارف تحصل حرب روسيا واوكرانيا، بعديها مش عارف يحصل ايه في ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه، تلاقي ان انا بعد ما كنت متارجت ان انا احسن من وضعي المالي، لا انا بقيت اصلا متارجت ان انا اسرفايف. لا ده انا يا جماعه انا عايز اعيش. انا اصلا مش قادر، انا بس كل اللي يهمني ان انا اطلع من سنه 22 دي وانا واقف على رجلي. ليه؟ لان في external factors، تمام، وفي human judgment بيؤثروا في تحقيق الهدف ده. فعشان كده اصعب من الاهداف الثانيه اللي هو reporting والcompliance. طيب components of internal control. الكوزو internal control ده بيتكون من خمس عناصر. تمام. الخمس عناصر دول هما ال control environment، البيئة الرقابية، وال risk assessment، وال control activities، وال information and communication، وال monitoring. هنعرف كل واحدة بالتفصيل، يعني مش عايز حد يعني ايه حدش يتخض. وبيقول لك يعني في يعني ايه، علشان تفتكر الخمس عناصر دول ما تنساهمش، خليك فاكر كلمة كرايم. كلمة كرايم، كلمة كرايم دي CRIME، كل حرف يفكرك بعنصر من العناصر دول. الخمس عناصر دول خمس عناصر اساسيين بيتفرع منهم 17 عنصر فرعي. يعني هتلاقي كل عنصر اساسي تحتيه كده من عنصرين لخمس عناصر فرعية. طيب ده كل ده لازمته ايه؟ مش احنا قلنا في عندنا internal control، صح؟ وانت انا حاولت كده خليك تفهم على قدر الامكان او تتخيل كده على قدر الامكان الانترنال كنترول ده عامل ازاي.
تعال نشوف هو على ارض الواقع فعلا من وجهة نظر الكوزو فريم ورك ممكن يكون عامل ازاي. هو هيديك بقى يقول لك بص الانترنال كنترول بقى هيسمع معاك هنا وهيسمع معاك هنا وهيسمع معاك هنا، تمام. اول عنصر من عناصر الانترنال كنترول فريم ورك الكنترول انفايرمنت، البيئة الرقابية في المؤسسة. The control environment is a set of standards, processes, and structures that pervasively affect the system of internal control. Five principles relate to the control environment. يعني مجموعة الستاندردز والبروسيسز والستراكتشر اللي بتؤثر في نظام الانترنال كنترول pervasively، يعني على نطاق كبير او على نطاق واسع. Five principles relate to the control environment. انا عايز احاول يعني ايه ابسط الموضوع قدر الامكان، عايز ابسط الموضوع قدر الامكان. بص يا باشا، احنا دلوقتي قلنا في عندنا internal control، تمام، الرقابه، نظام رقابه داخليه في المؤسسه اللي احنا شغالين فيها. نظام الرقابه الداخليه ده بيتكون من 5 عناصر اساسيه. العنصر الاولاني هو الكنترول انفايرمنت، البيئة الرقابية. البيئة الرقابية يعني ايه بقى البيئة الرقابية؟ قال لك مجموعة المعايير والتعليمات والسياسات والستراكتشرز اللي عندكم، مين تابع لمين ومين بيكلم مين ومين مش عارف بياخد تعليماته من مين، كل الكلام ده اللي هيؤثر في الاخر في الانترنال كنترول، تمام. يعني هي دي الكنترول انفايرمنت، هي دي البيئه الرقابيه. تقول لي طب انا برضو يعني مش قادر مش عارف اتصور قوي، اقول لك تعالى البيئه الرقابيه ديت العنصر ده بيتكون او بيعتمد بشكل اساسي على 5 عناصر فرعيه. تعالى لما هنفهم ال5 عناصر الفرعيين دول هتكون صوره يعني ايه البيئه الرقابيه. أول حاجة the organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values. أول حاجة، أول عنصر في البيئة الرقابية إن المؤسسة لازم يكون أو بتكون ملتزمة أو بتكون عندها يعني شيء من الانتجريتي والإيثيكال فاليز، النزاهة والقيم الأخلاقية. لو ده سائد في المؤسسة، النزاهة والقيم الأخلاقية، في مؤسسة بتبقى كده، بتبقى بتدعم، هي المؤسسة فعلا بتدعم القيم الأخلاقية، وتلاقي إن الإيثيكال فاليوز دي حاجة أبريشيتد جدا داخل المؤسسة وملموسة جدا بين العاملين وبين تعامل الإدارة مع العاملين. قد تكون مؤسسات فعلا قليلة أو تكاد تكون نادرة ولكن موجودة. طيب المؤسسات تقدر ان هي تكون عندها integrity و ethical values ازاي؟ قال لك اول حاجة setting the tone at the top through words and actions. The board of directors and management communicate their attitude toward integrity and ethical values. من خلال المانجمنت والبورد اللي هم بيضعوا التون ات ذا توب. تون ات ذا توب يعني عارف انت اللي هو يعني هم اللي هيقولوا المؤسسه ديت يعني على هنا اخلاقيا هتبقى عامله ازاي. لو المانجمنت والبورد بيتعاملوا وبيوصلوا للعاملين في المؤسسه معايير النزاهة والقيم الأخلاقية، لو هم طبقوا ده على نفسهم الأول وتعاملوا بيه مع العاملين في المؤسسة، هتلاقي هو ده النمط السائد. تونة ده طب النغمة اللي المؤسسة كلها هتمشي عليها، تمام.
establishing standards of conduct. The board and management create expectations that should be understood at all organizational levels and by outside service providers and business partners. يبقى في عندنا standards of conduct، معايير للأداء وللسلوك internally واexternally. يعني أنا عارف مثلا على سبيل المثال ال code of conduct، أغلب المؤسسات بيبقى فيها code of conduct كده، لما حد جديد بيتعين بيستلم كده أو بيتبعت له على الميل نسخة من ال code of conduct بتاعت المؤسسة، وإحنا هدفنا إيه والميشن إيه والفيجن إيه ومش عارف السلوكيات اللي إحنا بنشجعها إيه ولا وما بنحبش إيه. ال code of conduct ده internally، وممكن كمان يبقى فيه externally. والله انا يعني بمضي مع اي external service provider بقول له حضرتك بص وانت بتتعامل معايا لازم تبقى عارف ان انا كمؤسسة عندي standards of conduct كذا 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 كذا، انا ليا way معينة في ادارة الامور وفي التعامل مع الامور، بعد اذنك بلاش تحت اي ظرف من الظروف يكون في مثلا كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، الحاجات دي مش مقبولة تماما بالنسبة لي، يا ريت يكون في شفافية ما بيننا، يا ريت يكون في افصاح عن اي مش عارف ايه، فيا ريت يكون في كذا وكذا وكذا. بحط الـ standard of conduct. Evaluating the performance of individuals and teams based on the established standards of conduct. من ضمن الـ integrity والـ ethical values ان يكون في تقييم للأداء، أداء الأفراد والمجموعات، الأداء ده يكون based على established standard of conduct، في معايير معينة established بنقيم أداء الناس عليها، مش الراجل المدير كده بمزاجه بنقول له بعد إذنك قيم لنا كده الخمسة ستة اللي تحتيك، فيقوم هو قاعد كده وماسك كوباية الشاي وإيه باصص في سقف الأوضة يقول لك لا والله فلان ده ممتاز، فلان ده على قده، طب ده بناء على إيه؟ قال لك هنا كله موجود هنا. لا ده ما ينفعش، لازم يبقى فيه established standard of conduct بيتم تقييم الناس العاملين عليها او تقييم الاداء عليها. correcting deviations in a timely and consistent manner، ان بيحصل تعديل وتصحيح للانحرافات في وقت سليم، كل ده بيسبورت الانتجريتي وبيسبورت الايثيكال فاليوز. تاني عنصر فرعي تحت العنصر الاساسي اللي هو الكنترول انفايرمنت، احنا عندنا احنا قلنا الكوزو فريم ورك فيه خمس عناصر اساسيه. العنصر الاساسي الاولاني اللي هو الكنترول انفايرمنت اللي هو البيئه الرقابيه، العنصر ده تحتيه خمس عناصر فرعيه، ده اول عنصر فرعي وده الثاني وده الثالث وده الرابع وده الخامس، خمس عناصر فرعيه تحت العنصر الرئيسي اللي هو الكنترول انفايرمنت، بنفهم كل واحد فيهم تمام كده عشان الناس ما تتوهش مني. The board demonstrates independence from management and exercises oversight for internal control. العنصر الثاني بيتكلم علشان تقول انا عندي كنترول انفايرمنت كويسه، انا عندي بيئه رقابيه كويسه، يقول لك لازم البورد يبقى اندبندنس عن المانجمنت، مستقل عن المانجمنت، وان البورد بيكون بيؤدي مهامه الاشرافيه. The board establishes oversight responsibility. The board identifies and accepts its oversight responsibilities. البورد بيستابليش الاوفرسايت ريسبونسبيلتي، بيتحمل الاوفرسايت ريسبونسبيلتي تمام، وبيؤدي مهامه الرقابيه. The board applies relevant experience by defining, maintaining and periodically evaluating the skills and expertise needed among its members to ask difficult questions of management and take appropriate actions. يقول لك البورد كل فترة كده بيقيم نفسه ويشوفوا هل هم بيتمتعوا بالإكسبيرينس اللازمة ولا لا، يعني لو المانجمنت، لو احنا كأعضاء مجلس الإدارة كده حسينا ان احنا لا التكنيكاليتي عندنا قليلة، دي المانجمنت عمالة تسرح بينا وتقول لنا اصل المش عارف ايه واصل المواد الخام حصل فيها ايه واحنا مش فاهمين، لا يبقى انا وارد كده محتاجين نزود معانا عضو
في مجلس الإدارة يكون فاهم، بحيث يقدر يأسك difficult questions of management and take appropriate action. يقدر ان هو يتعامل مع المانجمنت وان هو يكون يؤدي الاوفرسايت رول فعلا، ويقول لهم ده جه منين وده راح فين، طب هناخد الاكشن ده، لا بلاش الاكشن ده. The board operates independently. The board includes enough members who are independent and objective in evaluations and decision making. ان البورد يكون مستقل مش تابع للإدارة، مش الرئيس التنفيذي هو اللي بيحرك البورد. قالك for example in some jurisdictions all members of the audit committee must be outside directors. في بعض يعني التشريعات او البيئات التشريعية المعينة بيكون مثلا بتتطلب او بتستلزم، مش بتتطلب دي بتستلزم، ما ينفعش، ان لازم الاوديت كوميتي لجنة المراجعة تبقى ناس مستقلة تماما، مش اي حد من اعضاء مجلس الادارة اللي ليهم علاقة بالشركة، لازم يكونوا ناس يعني بيور اندبندنت، مستقل تماما. The board provides oversight. The board is responsible for oversight of management, design, implementation, and conduct of internal control. إن البورد يراقب المانجمنت وهي بتديزاين الانترنال كنترول، وهي بتimplement الانترنال كنترول، وهي بتconduct الانترنال كنترول. سؤال هنا فوري يا معلم، يعني هتلاقيه وش في الامتحان بأي شكل بقى، يعني مين المسؤول عن إنه يعمل ديزاين للانترنال كنترول؟ المانجمنت. مين المسؤول عن انه يعمل implementation للانترنال كنترول؟ المانجمنت. مين المسؤول عن انه يكوندكت الانترنال كنترول؟ المانجمنت. طب مين اللي مسؤول عن انه يوفرسايت الانترنال كنترول او يوفرسايت المانجمنت performance related to الانترنال كنترول؟ البورد. طب مين اللي مسؤول عن انه يعمل assessment للانترنال كنترول؟ الاوديت. احنا كانترنال اوديتورز. طيب يبقى ده كان تاني عنصر فرعي تحت العنصر الاساسي البيئه الرقابيه، وكان الـ 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 المهام الرقابيه لمجلس الاداره. تاني عنصر فرعي هو المانجمنت establishes with board oversight structures reporting lines and appropriate authorities and responsibilities. ان المانجمنت مع البورد بيشتركوا كده، ويبقى في عندنا في المؤسسة structure، ويبقى في عندنا structure يعني structure، عارف انت الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مين مساعد الرئيس التنفيذي، تحتي مش عارف اتنين مساعدين، كل واحد من الاتنين المساعدين دول تحتي مش عارف heads departments، تحتيهم ده ال structures. والreporting line، ومين بيريبورت لمين، وفلان بيريبورت لفلان، وفلان ما ينفعش يريبورت لفلان directly، لازم الاول يريبورت، وهكذا. and appropriate authorities and responsibilities، والصلاحيات والمسؤوليات لكل واحد في المؤسسة، مش كل واحد لازم يبقى عارف هو مطلوب منه ايه. يعني انا دلوقتي بروح بصحى من النوم بقوم رايح الشغل بتاعي، رايح اعمل ايه، لازم ابقى فاهم ايه المطلوب مني، وكذلك لازم ابقى فاهم المطلوب مني ده هعمله ازاي، فبالتالي هعمله ازاي، دي هي الصلاحيات بتاعتي. تمام، فانا عايز اعرف الصلاحيات بتاعتي الاثوريتيز والresponsibilities والمسؤوليات. طيب management consider all structures of the entity variables considered in establishing organizational structures include the following. تمام، management وهي بتعمل الstructure لازم تاخد في اعتبارها الحاجات دي، ال nature of the business طبيعة النشاط، وال size وال geographic scope، ال risks، assignment of authority to different management levels، definition of reporting lines، reporting requirement. تقول لك واحنا بنعمل الستراكشرز والريبورتنج لاينز والاثوريتيز والريسبونسبيلتيز يعني باخد في اعتباري الامور ديت. ماشي، كلام يعني. establishes and evaluates reporting lines. The trend in corporate governance has been to allow employees
closer to day-to-day operations to make decisions. تمام. بيقول لك ان انا يعني هاستابلش وهايفاليويت الريبورتنج لاين المانجمنت طبعا. تمام. دلوقتي بنتكلم عن ان احنا في عندنا بيئه رقابيه، فالبيئه الرقابيه ديت فيها عناصر، العناصر دي لو موجوده يكون انا عندي كده بيئه رقابيه كويسه، ولما يبقى عندي بيئه رقابيه كويسه كنترول انفايرمنت، جود كنترول انفايرمنت، هيبقى عندي جود انترنال كنترول. طيب بيقول لك بقى في الريبورتنج لاينز، خلي بالك الترند دلوقتي وفقا للكوربريت جوفرنس حوكمه الشركات، يعني ان بنخلي الناس بنسمح للامبلويز كلوزر داي تو داي، يعني كل ماده بنخليهم يقربوا من ان هم ايه، to make to allow employees closer to day to day operations to make decisions، بنخلي الناس تشارك في صنع القرار وتتخذ قرار. فبالتالي مش لازم الريبورتنج لاين ان انا الاقي قبل ما يتم مش عارف كذا لا لازم ترجع للمدير، قبل كذا لا لازم ترجع للمدير، وقبل كذا فتلاقي ان الموظف هو ما هو الا يعني ايه زي ما بنسميه كده مكتب بريد، هو يعني استخدم اللفظ الكويس يعني مكتب بريد، قاعد بياخد الطلب مش عارف يرجع له، لا يبعت يرجع، لا ممكن اخلي كمان الموظف او العامل او whatever يعني الاندستري ايه اللي هو شغال فيها، لا ان هو يكون يساهم او بيساعد في عملية اتخاذ القرار. designs assigns and limits authorities and responsibilities، طبعا وان المانجمنت هي اللي هتديزاين وهتassign، يعني هتدي كل واحد الاثوريتي والريسبونسبيلتي اللي ليه واللي عليه. طيب رابع عنصر فرعي معانا تحت الكنترول انفايرمنت هو the organization demonstrates a commitment to attract develop and retain competent individuals، لازم المؤسسة تكون عندها سياسات وإجراءات تخليها تضمن ان هي تحصل على الموارد البشرية ذات الكفاءة او الموارد البشرية الجيدة. يبقى انا عايز الاول اتراكت جذب اجذب الناس الكويسة، فيبقى عندي بقى بوليسيز وبروسيجرز بقى ان انا بعمل امتحانات للناس ومش عارف بعمل انترفيوز وبعمل وفي مش عارف اكزام وريتن واورال ومش عارف ايه واي كيو، يبقى انا عندي بوليسي معينة للتعيينات او للريكروتمنت علشان اضمن ان انا باتراكت الكومبيتنت انديفيدوالز. نفس الكلام يكون عندي سياسات تضمن ليا ان انا اعمل ديفلوبمنت للناس دي. يعني ايه ديفلوبمنت؟ يعني انا دلوقتي جبت ناس كويسة ماشي، بس من ساعة ما جبتهم، وده بيحصل كتير على فكرة وبنشوفه في الماركت كتير، جبت ناس كويسة وتلاقي مش عارف يقول لك ده كان اول الدفعة ده، وده بص كان جاب 99% مش عارف في ثانوي، وراح بقى في الجامعة جاب 115% وكان مرشح يبقى معيد، وجي هنا عندنا في الشركة شغال ايه، شغال ختامة ماسك الختم وبيدي كل مستند يمسك ده ويقوم مدي ختم ويقوم ضرب بالختم بس كده. هو ده المؤسسة وظفت الراجل ده، شافت الراجل الخارق ده ان هو ده الدور اللي يقوم بيه، قال لك اه طب حضرتك ايه الديفلوبمنت اللي من ساعة ما جيت المؤسسة، يعني ايه الكورسز اللي خدتها، ايه المؤتمرات اللي حضرتها، ايه اي شيء من اي حاجة فيها تنمية، يعني ايه هل مثلا مجلة ميكي قريتها اي حاجة، فتلاقي لا مفيش اي حاجة. الراجل من ساعة ما تم تعيينه والمؤسسة عملت له الاتراكت، هي نجحت في خطوة الاتراكت وجابت فعلا حد كويس، انما ما عملتلوش ديفلوبمنت، فبالتالي الكيرف بتاع الراجل بقى للنازل.
يبقى دي تاني كده مشكلة. يبقى أول حاجة إن أنا attract ال competent individuals، وإن أنا أديفلوب وأمنتين الناس دول to still competent. تمام. تالت حاجة بقى ال retain and retain، إن أنا أحافظ عليهم. يعني إيه أحافظ عليهم؟ أنا جبت حد كويس، والحد الكويس ده طورته وعلمته، وهو طور من نفسه وعلم من نفسه، وما كانش عايز يستسلم بقى لان هو يبقى ختامه، لا، فكان بيذاكر ومش عارف يحضر فين ويسمع ايه ويروح ايه ويطور من نفسه، فبقى ليه سعر في الماركت. تمام. فانا المؤسسه عندي شايفاه او نظراله بنظرة نفس الولد اللي انا جبته من 5 سنين او من 10 سنين وحطه في الكاتيجوري ده. فاجي اقول انا بقى خلاص، انا دلوقتي كواحد انا شايف نفسي ان انا كومبيتنت انديفيديوال، وشايف ان المؤسسة اللي انا فيها مش مدياني وضعي، مش مدياني حقي اللي انا استحقه، فبالتالي اعمل ايه؟ اروح ناطط من المركب لمؤسسة تانية تقدرني او تشوفني زي ما انا عاوز. يبقى كده المؤسسة اللي جابتني اصلا وتعبت فيا في صناعة خبرتي وتأهيلي ما قدرتش ان هي تحافظ عليا، ما قدرتش ان هي تعمل ريتين للكمبيتنت انديفيدوالز. يبقى دي تلات عناصر اساسية ريليتد بالهيومن ريسورسز لازم ان المؤسسة تراعيها ويكون عندها بوليسز وبراكتسز ليها. بوليسز اند براكتسز ريفلكت اكسبكتيشنز اوف كومبيتنس. انترنال كنترول از سترينثند وين مانجمنت سبيسيفايز وات كومبيتنسز ار نيدد فور بارتيكولار جوبز. هيبقى الانترنال كنترول بتاعي افضل لو المانجمنت محدده ايه السبيسيفيكيشنز اللي هي محتاجاها لكل وظيفه. The board and management evaluate competence and address shortcomings. Employees and outside service providers have the appropriate skills and knowledge to perform their jobs. لازم البورد والمانجمنت يبقوا دايما بيعملوا تقييم للكفاءات وبيشوفوا اذا كان في عندهم اي شورت كامينجز. يعني لا، احنا محتاجين، احنا عندنا مشكله مثلا في مش عارف الفاينانس، ما عندناش حد قوي في الفاينانس، احنا مش عارف وارد الفتره الجايه يبقى عندنا مشكله في الماركتنج، محتاجين يعني حد تقيل في الماركتنج. وات ايفر يعني. The organization attracts, develops, and retains individuals. The organization is committed to hiring individuals who are competent and have integrity. Ongoing training and mentoring are necessary to adapt employees to the control requirements of a changing environment. نفس الكلام اللي احنا قلناه. تمام. Senior management and the board plan and prepare for succession. تمام. والسينيور مانجمنت والبورد هم المسؤولين عن ان هم يحطوا بقى البلان للهيومن ريسورسز دي وللانديفيديوالز دول علشان يقدروا في الاخر يوصلوا لدرجه النجاح المطلوبه. خامس عنصر فرعي تحت العنصر الاساسي اللي هو الكنترول انفايرمنت هو العنصر The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities and pursuit of objectives. إن المؤسسة تخلي الأفراد اللي عاملين فيها هم كمان يعني يستشعروا مسؤوليتهم تجاه الـ internal control. إن أنا كموظف في المؤسسة اللي انا فيها، معلش يعني اعذروني البرد مضيعني شوية، ان المؤسسة تخلي العاملين فيها يستشعروا مسؤوليتهم تجاه الانترنال كنترول. طيب وده المؤسسة تعمله ازاي؟ قال لك management and the board enforce accountability through structures, authorities and responsibilities. ان انا يبقى في accountability، في مساءلة من خلال ان كل واحد عارف مسؤولياته ايه وصلاحياته ايه. انت عارف انت مطلوب منك كذا وكذا وكذا وكذا،
ومعاك التولز دي والاثوريتي دي علشان تقدر تحقق المطلوب منك، تمام؟ فده هيساعد في ان الموظفين او العاملين بالمؤسسة يكونوا يستشعروا مسؤوليتهم تجاه الانترنال كنترول. طيب establish the performance measures incentives and rewards. يبقى في عندي مقاييس للاداء ومكافأة وعقاب وثواب. Evaluate the performance measures incentives and rewards for ongoing relevance. ومش يبقى عندي مقاييس للاداء بس، لا ده انا دايما المقاييس دي كمان بقيمها وطورها. وconsider the excessive pressures. تمام. Evaluate the performance and rewards or discipline individuals. ماشي، ويعني وبراعي المتغيرات والظروف وستيل برضو. يعني من الاخر الكلام ده كله بينحصر في نقطتين. اول نقطة ان انا يبقى عندي كل موظف، ودي حاجة مش سهلة على فكرة، يعني مش حاجة سهلة بس حاجة ممتازة، يبقى عارف ايه مسؤولياته، يبقى عارف هو بيجي الشغل يعمل ايه. تمام. انا والله باجي علشان المفروض اعمل كذا وكذا 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 وكذا، وان يكون مع صلاحيات ماتش مع 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 المسؤوليات دي. تمام. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية ان يكون عندي مقاييس للاداء معبرة ومنطقية اعتمد عليها في تقييم الاداء، وان اللي بيؤدي يكافئ واللي بيتدلع يعاقب. فبالتالي هضمن ان الناس تشارك وتقوم بدورها تجاه الانترنال كنترول. اللي هو ما ايه الانترنال كنترول؟ يعني ايه يقوم بدوره الانترنال كنترول؟ مش احنا الانترنال كنترول ده عايز يقدم لي رزنة بالاشورنس عن تحقيق اهداف؟ فالراجل ده لو شارك في تحقيق الاهداف يبقى اذا هو كده ساهم في الانترنال كنترول. طيب كده خلص العنصر الاولاني اللي هو الكنترول انفايرمنت. نيجي عند العنصر الثاني الريسك اسسمنت. لو انا عندي ريسك اسسمنت بيتم بشكل جيد وبشكل قوي، يتم تقييم المخاطر كلها اللي بتتعرض ليها المؤسسة سواء داخلية خارجية، اذا ده هيحسن من الرقابة الداخلية عندي، هيحسن من الانترنال كنترول. تمام. The risk assessment process encompasses an assessment of the risks themselves and the need to manage organizational change. This process is a basis for determining how the risks should be managed. تمام. Four principles relate to risk assessment. طبعا احنا الريسك مانجمنت او الريسك اسسمنت دي اتكلمنا عنها بالتفصيل يعني الممل اليونت اللي فات، بس فهو انا جايبها لك على يعني بشكل مختصر. يعني العنصر الرئيسي ده الريسك اسسمنت بيعتمد على اربع عناصر فرعيه. Four principles relate to risk assessment. قالك اول حاجه ان الاورجانيزيشن هات سبيسيفايز اوبجكتيفز. ده اكيد في عمليه الريسك مانجمنت اول حاجه لازم بنحدد اصلا الاوبجكتيفز بتاعتنا ايه. المؤسسه بتحدد الاهداف بتاعتها with sufficient clarity to enable the identification and the assessment of risks relating to five types of objectives. ماشي. يعني انا بيبقى المؤسسه ممكن يكون عندها خمس انواع من الاهداف، يعني اي هدف للمؤسسه ممكن احطه تحت اي صنف من دول، يعني مش تفرق معاك في حاجه، بس هو بيقول لك يعني الاهداف ليها انواع. ممكن تبقى operations، وهنا قسم الريبورتنج لثلاث نقط: external financial reporting او external non-financial reporting وinternal reporting وcompliance. الاكسترنال financial reporting اللي هي التقارير المالية. طب والاكسترنال نون اللي هي التقارير المالية اللي الشركات بتعملها، مثلا كل مثلا تلاقيه في نهاية السنة بيعمل التقارير المالية وينشرها لو هو شركة listed مثلا. انترنال ريبورتنج التقارير الداخليه اللي في الشركه، والاكسترنال نون فاينانشال ريبورتنج التقارير الخارجيه بس مش تقارير ماليه، مش لازم ان هي تكون القوائم الماليه. يعني مثلا البنك المركزي طلب من اي بنك مثلا تقرير معين، والله عايزك تقول لي تقرير معين مثلا عن
حالات الاشتباه مثلا من غسل الاموال اللي عندك، او قول لي تقرير معين عن عملاء الائتمان اللي عندك، يعني ما الى ذلك يعني. والكومبلاينس. فانا اول حاجه يعني المهم ان انا كمؤسسه بحدد الاهداف بتاعتي. دلوقتي بنتكلم عن الريسك مانجمنت، ريسك اسسمنت او ريسك مانجمنت. تاني حاجه ان الاورجنايزيشن هت ايدنتيفاي الريسكس اللي اكيد بتقابل الاوبجكتيفز دي وتعمل لها انالايز. تمام. management must focus carefully on risks at all levels of the entity and take the necessary actions to manage them. تمام. انا بجري شويه هنا لان الكلام ده يعني خلاص احنا بالنسبه لنا الكلام ده المفروض يعني كبرنا عليه. The organization considers the potential for fraud in assessing fraud risks to the achievement of objectives. وباخد في اعتباري الفرود ريسكس، مخاطر الاحتيال او احتمالية وجود مخاطر احتيال. The organization must consider various types of fraud, assess incentives and pressures. اخد في اعتباري احتمال وجود الفرود بانواعه المختلفة، و assess the incentives and the pressures. ولو في pressures او incentives لحدوث fraud، يعني انا مثلا لو في مؤسسة مالية، المؤسسة المالية ديت مرتباتها قليلة جدا، ومعروف اصلا التون ذا توب بتاعت المانجمنت والبورد ان هم اصلا خاربين الدنيا وفي اختلاسات وفي سرقات ومش عارف ايه، فطبيعي ان انت تلاقي ان الموظفين نفسهم اللي بيعرف يهبش حاجة يهبشها، واللي بيعرف يسلك حاجة هيسلكها. انت فاهم قصدي؟ ان انت هتأسس الانسنتيفز اند بريشرز. المفروض بقى هنا يعني هو بيتكلم عن ان المانجمنت تعمل ده، ان المانجمنت تكون تشوف اذا كان هل في بريشر على الموظفين يخليهم يعملوا اي فرود. اسس الاوبورتيونيتيز، طب هل في فرصه؟ طب والفرصه دي هتيجي منين؟ ما الفرصه دي هتيجي في قصور في الانترنال كنترول عندي، وده الكلام ده طبعا هيجي في وقته في يونت 7 بالتفصيل يعني. واسس اتيتيودز اند راشناليزيشنز، ماشي، واشوف سلوك العاملين وطريقه يعني التفكير بتاعهم والراشنال بتاعهم ونظرتهم للفروض عامله ازاي. اخيرا الاورجنايزيشن بتايدنتيفايز اند اسسز تشينجز ذات كود سيجنيفيكانتلي افكت ذا سيستم اوف انترنال كنترول. اي تغييرات بتحصل ممكن ان هي تاثر على الانترنال كنترول باخدها في اعتباري. significant changes could occur in an organization's external environment, business model and leadership. thus internal controls must be adapted to the entity's changing circumstances. ولو حصل اي تغيير external اي تغيير من بره، تمام، مش بايدي، دي حاجه من بره خلاص، بس اللي بايديا ان انا اقدر اغير في الانترنال كنترول واعدل الانترنال كنترول بحيث ان هو يقدر يعني يكون او يصد او يكفر الريسك اللي ممكن يحصل بسبب التغيير اللي حصل ده. طيب يبقى احنا كده هنبدا في كنترول اكتيفيتيز. تعال نشوف كده هو احنا اصلا بنتكلم عن ايه. انا حابب كل شويه بس عشان الناس ما تفصلش مني ان انا ارجع. احنا قلنا عندنا في خمس عناصر، في خمس عناصر اساسيه للانترنال كنترول، كومبوننت اوف انترنال كنترول. اتكلمنا عن الكنترول انفايرمنت، واتكلمنا عن الريسك اسسمنت، وبنتكلم دلوقتي عن الكنترول اكتيفيتيز. طيب يعني ايه الكنترول اكتيفيتيز؟ these policies and procedures help ensure that management directives are carried out. الكنترول اكتيفيتيز دي اللي هي السياسات والاجراءات والتعليمات اللي بتضمن ان اللي الادارة عايزاه هو اللي بيحصل. انا دلوقتي السي او بتاع شركة عايز الموظفين بتاعي يعملوا حاجة معينة، فخليهم يعملوها ازاي؟ هقف في ميكروفون واقولها؟ لا، بقوم كاتب مطلع تعليمات معينة، بكلم المختص عندي يصدر بروسيجرز معينة، بوليسي معينة، whatever،
واوزعها على العاملين. فالكنترول اكتيفيتيز دي ما هي عباره عن ايه؟ هي البوليسز والبروسيجرز اللي هتنشور هتهلب انشور ان المانجمنت دايركتيفز توجيهات الاداره ار كاريد اوت بيتم يعني تنفيذها او اتباعها. Whether automated or manual, ممكن تكون سواء automated أو manual, they are applied at various levels of the entity and the stages of processes. They may be preventive or detective and segregation of duties is usually present. أكيد ال controls دي ممكن تبقى detective controls أو preventive controls. بيقول لك وأهم حاجة دايما هتلاقي segregation of duty موجود. Segregation of duty اللي هو فصل المهام. هيقول لك ده من اعظم الكنترول اكتيفيتيز، من اهم الضوابط الرقابيه هو فصل المهام والسيجريجيشن اوف ديوتي. ان ما حدش يبقى معاه كل حاجه، لا كل حاجه دي بنقسمها على 3 4 حسب يعني. 3 principles relate to control activities. وفي الكنترول اكتيفيتيز دي بيقول لك في عندنا 3 عناصر فرعيه. طبعا الكلام ده ما حدش يفتكر ان هو لازم يبقى حافظ العناصر ديت. الخمسه الرئيسيين دول لا لازم احفظهم. الخمسه الرئيسيين دول لازم تبقى حافظهم. ويا ريت بالترتيب بتاعهم ده يعني، الترتيب بتاعهم اللي احنا ماشيين بيه. انما الباقيين دول لا مش حافظهم، بس هتبقى فاهمهم، بحيث ان لو انا قلت لك عنصر كده منهم، لو قلت لك ان الاورجنايزيشن سيلكت اند ديفلوب كنترولز كنترول اكتيفيتيز ذات كونتريبيوت، هو ده ريليت لانهي كومبوننت، تبقى انت عارف ان ده بيريليت لده. فانت ده مش هتعرفه من الحفظ، لا بس هتعرفه من الفهم. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. اكيد ان المؤسسه بتديفلوب الكنترول اكتيفيتيز اللي هتعمل لها، ما هي الكنترول اكتيفيتيز دي هي اللي هتعمل لي ميتيجيشن للريسكس. مش احنا المرحله اللي قبلها كانت ريسك اسيسمنت؟ طب انا دلوقتي عملت الريسك اسيسمنت وعرفت الخطر بتاعي ايه، المرحله اللي بعديها ان انا لازم يبقى في عندي ايه؟ يبقى في عندي كنترول، صح كده؟ The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives. وكلمنا المحاضرة اللي فاتت وكلمنا عن الجنرال كنترولز. هو بيقول لك هنا ان الorganization هتسلكت وهتديفلوب general control activities over technology، على التكنولوجي، على الاي تي سيستم اللي موجود في المؤسسة، to support the achievement of objectives. تمام. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies into action. بيقول لك الكنترول اكتيفيتيز دي عباره عن ايه؟ البوليسز اللي هتقول المفروض الناس تعمل ايه، والبروسيجرز. ايه الفرق؟ ما هو عايز يفرق لك هنا ما بين الاثنين. البوليسي دي اللي هتقول لك احنا المفروض نعمل ايه، طب البروسيجرز اللي هتقول لك هنعمله ازاي. البروسيجرز بتبقى تفصيليه that put policies into action، دي اللي بتحول البوليسي من ان هي مجرد كلام الى ارض واقع. البوليسي بتاعتنا في كلمتين في سطرين، طب نعملها ازاي بقى السطرين دول او الكلمتين دول؟ نعمل بقى البروسيجرز، والله هنعمل كذا بعديها كذا بعديها كذا بعديها كذا، هنوصل في الاخر للسطرين دول. تمام. العنصر او الكومبوننت الرابع information and communication. ده الكومبوننت الرابع في نظام الانترنال كنترول او في اطار الانترنال كنترول وفقا للكوسو، الانفورميشن اند كوميونيكيشن، عمليه التواصل المعلوماتي وتبادل المعلومات جوه المؤسسه عامل ازاي، كويس ولا تعبان. طب انا اعرف انه كويس ولا تعبان ازاي؟ قال لك تعالى انا كل حاجه عشان اقول لك تعرف كويسه ولا لا بديك العناصر الفرعيه، فانت من العناصر الفرعيه دي تقدر تقيم وتعرف. Information systems enable the organization to obtain, generate, use and communicate information. وظيفه اي information system
نظام معلوماتي سواء كان اوتوميتد او مانيوال، ان هو يعمل لي ايه، ان هو اوبتين وجنريت، اجيب شويه داتا والداتا دي اعمل لها بروسيسنج فاجنريت انفورميشن، ولما هجنريت الانفورميشن دي هقدر استخدمها يوز اند كوميونيكيت انفورميشن، واقدر اعمل لها كوميونيكيشن للجهات اللي محتاجاها. تو مينتين اكاونتابيلتي اند ميجر اند ريفيو البرفورمانس. اكيد وانا من خلال المعلومات دي هقدر اعرف البرفورمانس بتاعي انا ماشي ازاي، وهقدر يبقى فيه محاسبه اقول له فلان انت خدت القرار ده ليه، وانت عملت كذا ليه وما عملتش كذا ليه. 3 principles relate to information and communication. اول حاجه the organization obtains or generates and uses relevant quality information to support the functioning of internal control. لازم المعلومات اللي obtains و generates المعلومات دي تبقى relevant و quality information، معلومات ملائمة ومعلومات جيدة، هي دي المعلومات اللي هتنفع ال internal control عندي. The organization internally communicates information including objectives and responsibilities for internal control necessary to support the function of internal control. The organization communicates with external parts regarding matters affecting the functioning of internal control. يبقى أنا في عندي ال communication ممكن يكون internally أو externally، تمام؟ ممكن يكون عندي internal communication أو external communication. ال internal communication including objectives of responsibilities for internal control. يا جماعه internal communication كل واحد عارف مسؤولياته ايه، حضرتك الريبورت ده بيروح للمدير الفلاني عشان المدير الفلاني لازم يطلع عليه وياخد قرار بناء عليه. فاحنا في عندنا internal communication necessary to support the functioning of internal control، عشان ال internal، ما احنا مش ال internal control ده، internal control ده عايز يخليني يضمن لي اني احقق الثلاث اهداف الاساسيه بتاعتي اللي هي كانت الاوبريشنز اوبجكتيفز والريبورتنج اوبجكتيفز والكومبلاينس اوبجكتيفز. طب انا هحقق ازاي اهداف بدون ما اتخذ قرارات؟ انا محتاج اتخذ قرارات. طب هتخذ قرارات ازاي بدون معلومات؟ يبقى انا محتاج معلومات. طب هتجيلي المعلومات ازاي؟ هتجيلي من خلال internally communications، internal communications. The organization communicates with external، أو ممكن بقى يبقى في communication مع external parts regarding matters affecting the functioning of internal control. زي ما مؤخرا كده البنك المركزي طلب من البنوك، إن هي البنك المركزي المصري طلب من البنوك التابعة للبنك المركزي إن هي تقيم نظام الرقابة الداخلية عندها وفقا لإطار الكوسو. فده communications مع external ports related بال internal control. آخر component في عناصر ال internal control according to COSU هو ال monitoring activities، الأنشطة الرقابية. Control systems and the way controls are applied change over time. ال control systems وال controls change over time. المونيترنج اللي هي continuous process، ongoing process، عملية المراقبة المستمرة. بشوف ال internal control ماسك نظارة كده وعمال أراقب ال internal control عامل إيه؟ الاداء بتاع الانترنال كنترول بتاع المؤسسه بتاعي عامل ايه، الكنترولز عندي عامله ايه، كويسه زي ما كانت كويسه قبل كده ولا حصل مشكله، ولا حصل تشينج في الانفايرمنت سواء انترنالي او اكسترنالي خلى الكنترول بدل ما كان زمان كويس بقى دلوقتي تعبان، فمحتاج اغيره، محتاج ادعمه، محتاج احسنه. تمام. مونيتورنج از ا بروسيس that assesses the quality of internal control performance over time to ensure that controls continue to meet the needs of the organization. The following are two principles related to monitoring activities. The monitoring activities في تحتها two principles. Our principle, the organization selects, develops, and performs
ongoing or separate evaluations or both to determine whether the components of internal control are present and functioning. إن المؤسسة بتعتمد منهجية الـ evaluations الـ ongoing التقييم المستمر والرقابة المستمرة ولا separate evaluations ولا تقييم دوري يعني كل مثلا quarter كل سيمي كل مرة في السنة yearly يعني احنا ماشيين ازاي المؤسسة بتعتمد انهي منهجية في التقييم. The organization evaluates and communicates control deficiencies in a timely manner. ولما واحنا اثناء ما بنعمل الايفالويشن بتاعنا واحنا بنعمل المونيتورنج بتاعنا لو اكتشفنا اي ديفيشنسي بن ايه بنبلغ المسؤولين اللي هيتخذوا الكوركتيف اكشنز في الوقت المناسب علشان يلحقوا ياخدوا القرار المناسب. changes هيتكلم هنا عن اللي changes لان الـ هي المونيتورنج ليه الغرض منها المونيتورنج الغرض منها ان انا هو انا لو ضامن ان مفيش اي تغيرات هتحصل عن الوضع اللي انا عليه دلوقتي هعمل مونيتورنج مش هعمل مونيتورنج خلاص انما المشكله كلها بتيجي من اللي changes بيحصل تغيرات بتؤثر يا اما بتخلي الريسكس تزيد او تقل تخلي قوه الكنترولز تزيد او تقل فبالتالي انا دايما محتاج يبقى في continuous monitoring continuous evaluation علشان اقدر اكتشف اي حاجه فور حدوثها. Changes in the external or internal environment create risks to the organization's internal control system. Changes in the external or internal environment create risks اكيد التغيرات دي هينتج عنها risks اكيد الريسكس دي هتؤثر على الانترنال كنترول. To ensure the internal control system remains capable of achieving its objectives, the organization should maintain an effective monitoring program. لازم يبقى عندي effective monitoring program عشان اول ما يحصل اي change اقدر اكتشفه. The stages in the monitoring for a change continuum are as follows. تمام المراحل بقى المونيتورنج فور تشينج بتبقى كالاتي يعني ايه هو هيجيب لك دلوقتي هنا ان انا هيحصل عندي تشينج تمام وانا من خلال المونيتورنج بروجرام ايه اللي بيحصل في كل مرحله المفروض ايه اللي يحصل طيب تعالى نشوف الكلام ده فهنفهمه يعني ان شاء الله اول حاجه الكنترول بيز لاين المرحلة دي المونيتورنج must begin with an understanding of internal controls design and whether the controls that have been implemented are effective at accomplishing the organization's objectives. تمام. This baseline understanding of internal control provides a starting place for making suggestions on how to improve efficiency and effectiveness. في مرحلة الكنترول بيز لاين المونيتورنج هنا المونيتورنج بروجرام لازم يكون فاهم كويس قوي الانترنال كنترول لازم نكون فاهمين قوي علشان نقدر نقوم بالمونيتورنج فانكشن دي بشكل جيد ان احنا نبقى فاهمين قوي الانترنال كنترول عندنا وهل الانترنال كنترول ناجح في ان هو يحقق الغرض منه ولا لا في مشكلة تمام واذا كان في يعني The baseline understanding of internal control provide a starting place for making suggestions. لازم يبقى فهم كامل للانترنال كنترول وان لو في اي قصور في الانترنال كنترول واحنا لسه في البدايه احنا بنفهم الانترنال كنترول وبنشوفه قادر يؤدي من الغرض منه ولا لا ولو في اي فرصه للتحسين بناخدها تمام؟ طيب تمام. المرحله الثانيه للتشينج ايدنتيفيكيشن Ongoing or separate evaluation or both are used to identify whether changes in process or risks are being addressed. As part of these evaluations, the organization should confirm that controls continue to meet their objectives of helping to manage or mitigate related risks. المرحلة التانية بقى في أي change حصل
المرحله الثانيه، انا الحاله الاولى كان عندي انترنال كنترول وانا فاهمه كويس قوي وعارف الانترنال كنترول ده بيواجه ايه. المرحله الثانيه حصلت تشينج ما سواء انترنالي او اكسترنالي، فبنبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي نعمل ايدنتيفيكيشن للتشينج ده ونشوف اللي تشينج ده اثر على اي حاجه عندي في الانترنال كنترول بتاعي ولا لا. اللي تشينج ده اثر على اي حاجه في الانترنال كنترول بتاعي ولا لا ما اثرش. هل خلى ريسك معين كنا احنا بنكفره، الريسك ده بقى ضخم جدا فمش قادرين نتحمله فمحتاجين نحط له كنترولز تانية، ولا خلى الريسك يختفي اصلا وبقى الكنترولز ده موجود كده للهوا، ولا ايه اللي حصل؟ فبنعمل تشينج ايدنتيفيكيشن. تالت مرحله تشينج مانجمنت، the organization should verify that the internal control system manages the changes and establishes a new control baseline for the modified controls. تالت مرحله دي مش احنا عملنا تشينج ايدنتيفيكيشن فلقينا ان الريسك، لا ده انا بقى عندي الريسك بقى الدرجه بتاعته 10 في حين ان الكنترول انا كنت قبل كده كان الريسك 5 وكان الكنترول 5 فكانوا الاثنين قصاد بعض، دلوقتي لا ده الريسك بقى الضعف فانا محتاج احط كنترول جديد، وعندي ريسك تاني برضو وعندي ريسك جديد ظهر فحطيت له 3 كنترولز عشان يكفروه، وعندي مش عارف ايه حصل فاحتاجت اعمل ايه، فعملت تغيير في الانترنال كنترول بتاعي فبقى عندي انترنال كنترول او كنترول بيز لاين جديد، بقى عندي شكل جديد للانترنال كنترول. فلازم اعمل ايه؟ اتاكد من ان الشكل الجديد للانترنال كنترول ده بيمانج اللي تشينجز والنيو كنترول بيز لاين فور ذا موديفايد كنترولز. تمام، ان انا خلاص يبقى الانترنال كنترول الجديد النيو بيز لاين ده رجعنا للوضع اللي كنا عليه وخلاص الدنيا تمام ومستقره. بعد كده اخر مرحله الكنترول ريفاليديشن. Control revalidation is the process of using monitoring procedures to confirm the conclusion that controls are effective. This is a form of continuous monitoring. ويبقى في continuous monitoring للmonitoring program نفسه، مش احنا هنا كل ده بنتكلم عن monitoring program ان انا بعمل monitoring للchanges، ويبقى في monitoring اصلا للعملية دي كلها. فانا دايما متابع وعيني على ان الكنترولز ار افكتيف، ده الكونكلوجن اللي انا عايز اوصل له، ان انا دايما في حد كده قاعد، سواء الكلام ده اللي انا بقوله ده سواء يتعمل مانيوال او اوتوميتد باي شكل ما، دي الفكره. والتطبيق بعد كده كل مؤسسه تطبقه زي ما هي عايزه لو عاوزه تطبق. ان في وسط اللي بيحصل ده كله في حد بيعمل كنترول ريفاليديشن، في حد كل مهمته انه قاعد بيتاكد ان الكنترولز راجحه كفتها قصاد الكفه بتاعت الريسكس، ان الاثنين كده قد بعض ان لم يكن الكنترولز تبقى اتقل شويه، انما ما يلاقيش الريسكس هي اللي كفتها اتقل. تمام، تمام. Relationship of objectives, components and organizational structure. هو جمع لك بقى هنا في الكيوب ده كده يعني الـ 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 العلاقة ما بين الobjectives اللي احنا كنا عمالين نتكلم عنها، ان احنا قلنا ان احنا عندنا operations objectives, reporting objectives, compliance objectives. دي الobjectives، والobjectives دي هتتحقق سواء على مستوى الفانكشن فانكشن بعينها، او على مستوى اوبريتنج يونت او ديفيجن، او على مستوى الانتيتي ككل. ما هي عشان اقدر اوصل ليها ان هي اتحققت على مستوى الانتيتي لازم ابتدي من الفانكشن. لما كل فانكشن هتحقق الاهداف ديت هجمع شويه فانكشنز كده فهعمل اوبريتنج يونت، وشويه اوبريتنج يونت هيعملوا لي ديفيجن، وشوية ديفيجنز هيعملوا لي انتيتي ليفل. يبقى ده هنا على مستوى الانتيتي، ودي هنا الكومبوننت. ده يعني كيوب الكوزو، كيوب جميل كده ومشهور. بعد كده اخر حاجه هنقولها ان شاء الله الكوكو موديل اللي احنا قلنا الكنديان موديل. is thought to be more suited for internal auditing purposes. ده يعني ملائم اكثر
للانترنال اوديتنج بيربسز مش للانترنال كنترول، يعني ده ملائم اكتر للاغراض الانترنال اوديت المراجعه الداخليه. It consists of 20 criteria grouped into 4 components. ده مش التاني كان خمس عناصر اساسيه تحتهم 17 عنصر فرعي، ده هنا اربع عناصر اساسيه تحتهم 20 عنصر فرعي، بس الحمد لله هو مش جايبهم يعني. الاربع عناصر الاساسيه البيربس الكوميتمنت الكابابيلتي المونيتورنج اند ليرنينج. وماشي يعني هو بيقول لك يعني برضو دي طريقه علشان تحفظ، ما اعرفش اصلا خليني يعني احفظ الحروف ديت العشوائيه دي، ما انا احفظ الكلمه على طول بغض النظر يعني مش موضوعنا. بس هو ده الخاص بالكوكو موديل اللي انت تعرف ان هو بيتكون من اربع عناصر اساسيه، الاربعه دول البيربس والكوميتمنت والكابابيلتي والمونيتورنج اند ليرنينج، وان هو اكثر ملائمه للانترنال اوديتنج بيربسز. طيب نكتفي كده بهذا القدر يعني، وان شاء الله المحاضره الجايه نكمل بقى ناخد ال internal control frameworks اللي related بالاي تي. تمام، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.